الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في لقاء يجمع دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية بعطاء غير محدود من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمملكة الخير وبتعاون ودعم للوجود الإسلامي في بلاد الأقليات. يقام هذا المؤتمر ليؤكد على ثلاث رسائل: أننا كأقلية مسلمة سواء كنا في أمريكا اللاتينية أو الشمالية أو الغرب أصبحنا جزءا لا نتجزأ من هذه الديار. علينا فيها الوفاء بالعهد، عدم الغش، والعمل من أجل تحقيق مواطنة أفضل. يأتي هذا المؤتمر ليكرس رسالة الوسطية والاعتدال التي أرصدها المملكة العربية السعودية من عهد المؤسس إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في رسالة ترسل تلو الرسالة لتؤكد أن بلاد الحرمين إشعاع نور وجسر للتواصل مع الآخر، وأنها فضاء لتلاقح الأفكار والعمل من أجل السلم العالمي والاستقرار الاجتماعي في بلاد الأقليات. الرسالة الأخيرة: ما أحوجنا إلى أن نعيش مشاعر الوطنية والمواطنة في هذه الأجواء العلمية الفكرية لنحقق هذه الرسالة العالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يكون البرنامج أيها الإخوة كالآتي: الافتتاح بالقرآن الكريم، بعد ذلك تكون هناك النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية والنشيد الوطني للبرازيل من أداء فرقة الشرطة العسكرية للإنشاد الوطني، يتبع بعد ذلك بعرض مرئي، ثم بعد ذلك بكلمة سعادة الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، يتبع بعد ذلك بكلمة سماحة المفتي الشيخ زيد زكريا ممثل الدعاة والمشاركين، كلمة المرأة المسلمة تلقيها الدكتورة خالدها، كلمة القسي فاقر ممثل الطائفة الكاثوليكية، كلمة البروتستانتية، كلمة ممثل الكاردينال دوم شرر الذي يمثل في ذلك بيزون عن الطائفة الكاثوليكية، كلمة سعادة سفير دولة فلسطين في البرازيل الأستاذ إبراهيم الزبد، كلمة للحكومة البرازيلية، كلمة معالي الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار فخامة الرئيس محمود عباس للشؤون الإسلامية، كلمة الوزارة، كلمة الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مملكة الخير المملكة العربية السعودية، يلقيها المدير العام للعلاقات الخارجية في الوزارة الأستاذ صالح بن سعد النفيسة. ويكون الختام بأمرين، بفيديو مرئي سوف يكون فيه رثاء ودعاء لمن فسر القرآن ورحل عن هذه الدنيا يبتغي الأجر والمغفرة من الواحد الديان، ثم كلمة الأستاذ أحمد بن علي السيفي رجل الخبرات والتاريخ والدعوة والعمل الخيري، ثم دعوة لحضور العشاء. محدثكم الذي سوف يرافقكم وأرجو أن أكون ضيفا قبيلا أخوكم حسان موسى القادم من مملكة السويد، أعمل خبيرا ومستشارا للشؤون الدينية والأقليات، الأمين العام للوقف الإسلامي السويدي ونائب رئيس مجلس الإفتاء. أول ما نفتتح به القرآن الكريم مع قراءة وتلاوة ندية من الشيخ محمد علاء الدين من مصر المقيم في البرازيل من مسجد صلاح الدين، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم في كلمة موجزة من الأستاذ زياد الصيفي ليتحدث للحضور بالبرتغالية ويشكر القادمين وأكرم شكري قبل البداية بالنشيد الوطني البرازيلي والسعودي كل يضبط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Vamos então, primeiramente, eu peço a todos que fiquem de pé para que a gente possa então escutar o hino nacional brasileiro e após o hino da Arábia Saudita. Por favor. Thank you.
Para a América Latina e Caribe. Primeiramente, queria agradecer o senhor embaixador, decano dos embaixadores árabes no Brasil, o senhor embaixador da Palestina, o Dr. Ibrahim Isabel. Seja bem-vindo. Em seguida, queria agradecer o senhor embaixador da Arábia Saudita, Dr. Ali Bahreza. Seja bem-vindo. Eu queria também agradecer, e em nome dele, cumprimentar todos os sheiks que vieram de vários países, inclusive Europa, África e Oriente Médio. O senhor, Sua Eminência, o Mufti Sheikh Zayed Zakaria. Agradecer também, não menos importante, ao doutor, representante e diretor do Departamento dos Assuntos Religiosos e de Divulgação e Expansão do Ministério da Arábia Saudita, Dr. Saleh Nafisa. Agradecer imensamente Sua Eminência, juiz dos juízes, ministro, conselheiro das autoridades palestinas, Sheikh Dr. Mahmoud Habash. Queria agradecer ao secretário-geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas e, em nome dele, gostaria de agradecer a presença de todos aqui que vieram representando as suas entidades por esse mundo afora, Dr. Mohamed Al-Bishari. A abertura do congresso, iremos agora assistir um vídeo de apresentação institucional do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, para termos aí um pouquinho do conhecimento daquilo de que é apresentado e é feito pelo Centro de Divulgação da América Latina por esse continente afora. مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية مؤسسة إسلامية اجتماعية ثقافية مستقلة تعمل بنشاط الدعوة الإسلامية والدفاع عن الأقلية المسلمة في أمريكا اللاتينية. نشاطات المركز يقوم بالإعداد للمؤتمر الإسلامي لدول أمريكا اللاتينية سنويا، وذلك منذ بداية تأسيسه عام 1986، بالإضافة لاستضافاته للقاءات الدولية والمحلية للتعريف بالإسلام. كما يستضيف من خلال هذه المؤتمرات شخصيات سياسية وشخصيات دينية بارزة من العالم الإسلامي وشخصيات دينية من أديان سماوية أخرى، وذلك ليستطيع من خلال ندوات المؤتمر الوصول إلى حلول متعلقة بمشاكل المسلمين خاصة والمجتمع الأمريكي اللاتيني عامة. يقوم مركز الدعوة الإسلامية ب
في دعم المؤسسات الإسلامية في البرازيل وأمريكا اللاتينية سواء ماديا أو دينيا أو ثقافيا. ويهدف هذا الدعم لجعل الفتى المسلم مثلا أملا لغير المسلمين من خلال تصرفاته وأخلاقياته. ويقوم المركز بدورات شرعية كما يقيم مخيمات إسلامية في جميع أنحاء البرازيل وينام بعض المراكز التي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الشريعة الإسلامية ويقوم بنشاطات اجتماعية توزع من خلالها سلات غذائية وألعاب للأطفال وكذلك تتضمن حملات للرعاية الصحية. ومن الأهداف الدعوية الأساسية التي يقوم بها المركز الإسلامي هي المشاركة في بناء المساجد في دول أمريكا اللاتينية لأنها المدرسة الأولى والأساسية لبناء الأشجار المسلم. كما يقوم بترجمة الكتب الإسلامية من اللغة العربية إلى اللغتين البرتغالية والإسبانية وتوزيعها سواء في الجامعات أو المكتبات أو المؤسسات الأخرى مجانا في كافة أنحاء ولايات البرازيل وأمريكا اللاتينية. ومن الأعمال الأخرى التي يقوم بها المركز تعليم اللغة العربية وذلك ليتمكن الأفراد من حفظ القرآن الكريم وتعلم الشريعة الإسلامية وزيادة عدد الدعاة والمختصين في الدعوة الإسلامية والإرشاد الديني. Eminência, o Padre Sherpin, que aqui está representando o Bispo, o Arcebispo Edgar Marcos. أيها الإخوة، أيها الأخوات، في ظل التغيرات التي تحدث في الكون وفي الإنسان وفي الحياة، نحن بحاجة إلى قراءة متأنية لنصوص الوحيين في ظل حركة الإنسان والكون مع إسقاطات لنصوص الوحيين على الواقع مع مراعاة مرارات التاريخ وحقائق اليوم وتطلعات الجيل الثاني والثالث من أبناء الأقليات. ما زالت وسوف تبقى المملكة العربية السعودية راعية للحرمين الشريفين وكذلك راعية لشؤون الأقليات في جدول أعمال مجلس وزرائها بانتظام. لقد كانت ولا زالت وسوف تبقى المملكة الدولة الرائدة في رعاية الأقليات وتثبيت الوجود الإسلامي. لا يخلو بيتا ولا مسجدا إلا وفيه مصحف لخادم الحرمين الشريفين رفعا لذكر الله ورفعا لدينه. منا الدعاة ومنا العلماء، منا طلبة العلم، منارات في كل مكان تعلو بإذن الواحد الديان وبدعم من خادم الحرمين الشريفين ومملكة الخير خدمة للإسلام. سوف تبقى بإذن الله كما كانت رسالة للخير وجسرا للتواصل ومهوى الأفئدة، فيها بيت الله الحرام ومسجد رسول الله وتربة غذيت بدماء الصحابة الأخيار. عرض مرئي أيها الإخوة الآن لرسالة المجتمع. التكنيكال، التقنية يا جماعة. ساداتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية يرحب بكم ويشكر تشريفكم ومساهماتكم الفكرية القيمة في مؤتمره 32 الذي يقيمه هذا العام بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية مشكورة وتحت شعار المواطنة، الحقوق والواجبات. إن تعداد المسلمين خارج العالم الإسلامي
يصل إلى 500 مليون مسلم، وأمريكا اللاتينية وحدها تضم في شعوبها من هؤلاء المسلمين حوالي 2 مليون، وأبناء الجيلين الثاني والثالث من المسلمين المنتمين إلى أصول عربية يتمتعون اليوم بزيادة دول أمريكا اللاتينية الأصلية من الدرجة الأولى، بما تقتضيه من التمتع بكافة الحقوق والتحمل بكافة الالتزامات التي يفرضها مفهوم المواطنة. وذلك الواقع له أثر مهم في المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية، فقد اتجهت كثير من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى الاعتراف بالإسلام كدين لجزء من شعوبها إلى جانب الأديان الأخرى وفي ضمن المكونات الأساسية للحضارة الأمريكية. وإذا كان ذلك الواقع يبث آمالا في مستقبل زاهر للثقافة الإسلامية في أمريكا اللاتينية، إلا أن محاولات إلصاق ظاهرة الإرهاب بالإسلام قد تولد عنها ظاهرة الخوف من الإسلام، الإسلاموفوبيا، لدى بعض الساسة والمفكرين. وفي المقابل نشأ عند بعض المسلمين ظاهرة الخوف من المجتمع الغربي، الغربوفوبيا. وكل هذه الظروف جعلت الإسلام والمسلمين في أزمة تقتضي جهودا كبيرة لاجتيازها بسلام، جهودا جادة وتعاونية ومدعومة علميا واقتصاديا وسياسيا في سبيل إزالة التعتيم والشكوك التي أحاطت بالإسلام والمسلمين في هذه القارة. ومن أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها في أمريكا اللاتينية في هذه المرحلة كيفية مواجهة الأفكار المؤسسة لفكر التطرف والتنطع الذي أفضى إلى تشكيل حركات وجماعات تشوه صورة الإسلام والمسلمين من جهة، ومن جهة أخرى كيفية تعميق التوعية بمفاهيم المواطنة ومقتضياتها في صفوف المجتمعات المسلمة، لأن التثقيف الواعي بهذه القضية وأبعادها يسهم إلى حد كبير في إزالة المعوقات النفسية القائمة لدى بعض المسلمين من الذين يشعرون بالحرج من الاندماج في المجتمع اللاتيني، اعتقادا منهم بأن الاندماج لا يكون إلا بالانتقاص من الهوية الإسلامية. وحقيقة الأمر أن ذلك الخوف على الهوية الإسلامية من الذوبان في مظاهر الحياة الأمريكية اللاتينية لا يعبر عن ثقافة واعية بالإسلام ومبادئه، ولا يعبر أيضا عن فهم سليم لأهداف النظام السياسي لدول أمريكا اللاتينية الذي لا يسعى إلى معاداة الأديان، وإنما يعمل على التوفيق بين ثقل الإرادات ومقتضيات التغيير في إطار الديمقراطية واحترام التعددية، بعيدا عن المساس بالنظام العام ومقتضيات الأمن والحريات العامة التي يجب أن تسود المجتمع. وإننا لنجد مؤازرة جادة ومحمودة من دول أمريكا اللاتينية في هذا المجال، وخاصة الدولة البرازيلية، فقد أعطت المسلمين حق إنشاء المساجد والمراكز والمدارس والمعاهد الخاصة بهويتهم الإسلامية، والأكل الحلال والاحتفال بالأعياد الدينية وغيرها من المميزات المتسامحة مع الوجود الإسلامي في البرازيل. سادتي الأفاضل، أرجو أن يكون مؤتمرنا بداية مؤسسة ومرجعية في التعامل مع جدلية الانتماء للمواطنة وللإسلام بالنسبة لأبناء المجتمعات المسلمة في دول أمريكا اللاتينية، وبإيجاد مخارج عملية ومرضية بالنسبة لمجموعة من التحديات التي تمر بها المجتمعات المسلمة وفي طبيعتها مواجهة الفكر المتطرف. نشكر حضوركم البهي وجهدكم السني وإسهاماتكم الجليلة، آمنين قطف أغلى الثمار اليانعة التي تعود بالخير العميم على أسرنا في هذه القارة النائية من العالم، وتكون جهودكم القيمة ترياقا وحصنا لنشأتنا في ظروف استثنائية تحيط بالمسلمين في أوطانهم وفي بلاد المهجر، بل وفي جميع أنحاء الدنيا على السواء. بوركتم وبورك جهودكم الخلاقة، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم وأحبكم أحمد علي الصيفي، رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية. ما زلنا أيها الإخوة مع فتح المواطنة، وما زلنا نردد على الأقل نحن في أوروبا دائما هذه الثلاثية: الإسلام ديننا، محمد نبينا، أوروبا وطننا. الآن ما
ترجمة الكلمة رسالة المؤتمر مع الأستاذ زياد الصيفي لأن هناك مشكلة في وجود عدم وجود السماعات بنسبة كبيرة لا تعرف اللغة العربية. Mensagem do Congresso. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad e seus seguidores. A paz esteja com todos vocês. Senhoras e senhores, o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina dá as boas-vindas a todos e agradece pela honrosa presença que avaliamos de extrema importância para a contribuição neste Congresso, cuja realização está sendo feita em cooperação com o Ministério dos Assuntos Religiosos, Divulgação e Oitenção do Reino da Arábia Saudita, sob o tema este ano, Cidadania, Direitos e Deveres. O número de muçulmanos fora do mundo islâmico gira ao redor de 500 milhões de seguidores. E na América Latina e Caribe, abrigam aproximadamente 2 milhões e meio de seguidores, descendentes de árabes e asiáticos, que têm hoje a nacionalidade de países latinos desse continente, dizendo de cidadãos com os seus direitos e deveres a cumprir. Esta atual realidade tem um impacto direto aos segmentos políticos, sociais e jurídicos, sendo que vários países da América Latina e Caribe reconhecem o Islã como religião de parte de seus povos, ao lado de outras religiões e dentro dos principais parâmetros da Constituição local. Isso representa uma esperança a um futuro promissor para a cultura islâmica nos países desse continente. As tentativas de ligar o terrorismo ao Islã podem levar as pessoas a temer a islamofobia, contaminando até alguns políticos, intelectuais e parte da mídia local, afetando e promovendo o ódio na população local. As fake news são os piores e mais degradantes atos e um ato criminoso que espalha mentiras diariamente, provocando o preconceito e estimulando mais o ódio sobre o Estado. Como reação, surgiram muçulmanos com medo do Ocidente. Tudo isso faz com que sofram uma crise de consciência que demanda um grande esforço para ser superado e que envolve sérios esforços e apoio de ordem política, social, econômica, governamental, para que se dissipem os temores e as dúvidas em relação aos seus direitos numa sociedade como um novo cidadão, numa nova terra. É uma das maiores tarefas que devemos nos preocupar nessa fase é fazer frente às correntes extremistas que denigrem o Islã e os muçulmanos e a necessidade de se aprofundar nos sentidos da cidadania, uma vez que a tomada de consciência a respeito dessa questão proíbe, em grande escala, eliminar os entraves psicológicos sofridos por alguns. No sentido de sua inserção na sociedade, pois pensam que essa inserção poderá levá-los à diluição da sua identidade muçulmana e suas particularidades. Na verdade, o receio da perda da identidade da vida cotidiana na diáspora não corresponde a uma visão madura e evoluída do Estado e de seus princípios, como também não representa, da mesma maneira, um entendimento sadio dos princípios dos sistemas políticos dos países da América Latina e Caribe, que não visa promover a inimizade entre as religiões, mas sim se empenha na conciliação entre as necessidades mundanas no âmbito da democracia e do respeito à pluralidade, sem afetar a ordem social.
a segurança, a liberdade de crença e de religião que existe numa sociedade democrática de direito. Nesse sentido, assistimos a uma compreensão louvável de todos os países desse continente, sobretudo o Brasil, que deram aos muçulmanos o direito à liberdade religiosa, de constituir comunidades sociais, construir mesquitas, escolas, academias próprias, de ter o seu alimento halal, de comemorar seus acontecimentos religiosos e outros benefícios concedidos aos praticantes da religião islâmica. Senhoras e senhores, esperamos que nosso Congresso represente o início da instituição de uma referência de cidadania islâmica para as comunidades muçulmanas aqui na América Latina e Caribe, que encontrem saídas e soluções práticas e aceitáveis para o conjunto de desafios enfrentados pela comunidade no dia a dia. Reiteramos a importância, presença de todos. Sua participação será enriquecedora, na esperança de que possamos juntos colher os melhores frutos que levem à conscientização e à paz social para nossas famílias, para as nossas famílias nesse continente, e que seus louváveis esforços representem a consolidação de um alicerce para as futuras gerações nessas circunstâncias especiais vivenciadas por todos em seus países de origem, na diáspora e no mundo inteiro. Que vocês e seus esforços sejam abençoados e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos. Ahmed Ali Saif, presidente do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. Queria agradecer a nobre presença do senhor embaixador da Malásia, senhor Hadid Hisham Ismail, embaixador da Malásia. Senhor Cônsul da Turquia, Sr. Serkan Jedik. Queria agradecer o nobre irmão, Sr. Talaa Muslimani, diretor da Liga Islâmica no Brasil. Agradecer a nobre presença do Tenente Coronel, comandante do 1º Batalhão de Choque, Tobias de Aguiar, a Rota, Sr. Mário Alves. Seja bem-vindo. Nuasiru, ayuha al-ikhwa, mujaddidu shukra li al-qada al-diniyin, lil-a'imma wal-du'at wal-marakiz min Amerika al-Latiniya, wa al-an ma'a kalima li-sa'adat al-doktor Muhammad al-Bashari. الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة من الإمارات العربية المتحدة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا الشكر موصول إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ووزارة وما يقوم به سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين في خدمة قضايا العدل والسلم والسلام وخدمة الإسلام والمسلمين كانوا شعوبا أو دولا أو مجتمعات خارج العالم الإسلامي. كما أشكر أخي الحاج أحمد الصيفي ومركز الدعوة وكل من يقوم وقام ويقوم في خدمة هذه الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية وما يقدمونه خدمة للمسلمين في البرازيل. كما أشكر كل من تحمل السفر والترحال إلى أن نتشارك كلنا في هذا اللقاء وفي هذا الملتقى السنوي الذي ينظمه المركز الإسلامي في دول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي. إن اختيار الموضوع
موضوع المواطنة أو التربية على المواطنة هو موضوع قديم ظهر أكثر من قرنين في الحراك الثقافي والسياسي التي شهدته كثير من الدول الأوروبية ليعود في بداية القرن 21 بظهور تشكلات جديدة ظهرت وطرأت في كثير من البلدان المتقدمة فكان لازما أن يوضع أو يذكر بإطار جامع ضامن لقضايا الوجود الأقليات والجاليات لتتحول إلى مجتمعات لأن الجاليات المصطلح يدل على العابر سبيل فالجالية من الجلاء والجلاء مصيره الانقراض ولا أظن للمكون الإسلامي أنه يريد أن ينقرض والأقلية كمصطلح هو هي مصطلح استفزازي وإن كان المشرع الدولي يستعمله لضمان حقوق الأقليات بين قوسين الدينية والعرقية واللغوية إلا أنه في الاستعمال والاصطلاح كما جاء في كلمة الإطار الذي قدمها الحاج السيفي كانت مصطلح المجتمعات المسلمة من هنا أن هذا إرجاع هذا الموضوع اليوم موضوع المواطنة في على ما أظن أنه يتحدى أو ينطلق من ظرفيتين أساسيتين الظرفية المكانية وظرفية الزمانية الظرفية المكانية تشهد على أن هناك تحول جذري وأساسي لوجود الإسلام في هذه المنطقة من وجود عابر سبيل إلى أن يصبح الآن إحدى المكونات الأساسية في هذه المجتمعات عرقيا ودينيا وعلميا وأصبحت كثير من الكفاءات من أبناء الجيل الثاني والثالث تتصدر المشهد السياسي أو الديني أو تتشدد كذلك المصدر العلمي في كثير من المراكز البحثية والجامعات ثانياً الظرفية الزمانية الظرفية الزمانية أن العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة بخصوص تمر بمرحلة جد خطرة ذلك أن كثيراً من أفكارها وحضاراتها بل من معتقداتها صارت ضحية اختطاف من طرف جماعات التوظيف السياسي للإسلام أو جماعات التكفيريين وأعطت صورة مع الأسف الشديد صورة سيئة وغير سليمة وغير صحيحة لهذا الدين الإسلامي كان لازماً أن تكون هناك حركة تصحيحية لتنقض الإسلام بل وتحرر الإسلام من اختطافه من طرف الجماعات القتالية فكان التذكير بأن أن يكون النقاش وتفعيل مفهوم المواطنة في أوساط المجتمعات المسلمة إنما هو تأكيد على أن هذه المجتمعات المسلمة ممكن أن تكون قوة إيجابية في تحريك عملية وحركية المواطنة التعاقدية فالمواطنة التعاقدية مبنية على ثلاث عناصر مهمة عليه أن تشترك خدمة للوطن السلطة جاءت لتحدد العلاقة بين السلطة وبين بين المواطنين في إطار من العقد ما يسمى في إطار من التعاقد أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي. كان إذن هذا المؤتمر ليضع بعض الأسس أو يذكر بعض الأسس لأبناء المجتمعات المسلمة أن هناك ليس هناك أي تناقض بين انتماء للدين حضارة وعقيدة وتاريخا وبين انتماء لهذه الأوطان وأن الولاء للأوطان لا يتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية يأتي هذا المؤتمر ليؤكد على أن الوحدة الوطنية وعن الدفاع عن الوطن وعن الولاء للوطن يجب أن يكون إحدى الأساسيات في العمل المؤسسات لأبناء المسلمين في هذه المنطقة وأختم وأقول أننا نحن الآن بحاجة إلى تفعيل ثلاث دوائر أساسية حتى يتمكن لهذا الوجود الإسلامي أن يقوم بدوره وبرسالته الحضارية أولاً أن يحرك
أن يحرك ما يسمى بالمشترك الداخلي أو ترتيب البيت الإسلامي، أي تفعيل الحوار الإسلامي الإسلامي، أن يكون هناك تفعيل وتأسيس لكلمة المسلمين مبنية على الوحدة أو على الأقل التنسيق في بينها، أو على الأقل وأضعف الإيمان أن تنظم خلافاتها من أجل تفعيل دورها ومن أجل تحقيق مصالحها ومن أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها كمؤسسات إسلامية. ثانيا، عليها أن تعمل على تفعيل المشترك، الدائرة الثانية، المشترك الديني. ونحن عندما نقصد المشترك الديني أنه في كثير من المبادئ والأسس التي تجمعنا نحن على الأقل أبناء العائلة الإبراهيمية. ومن هنا أذكر أن في رسالة عمان ومن كلمة سواد من الأردن ومن وثيقة مكة المكرمة في شهادة السنة الماضية وقبل 3 أيام وقع في أبو ظبي ما يسمى بالميثاق حلف فروض. هذا الميثاق كما يقول الشيخ عبد الله بن بية إنه ميثاق يرتقي بالعلاقات الإنسانية من مقام الحقوق إلى مقام الفضائل التي لا يختلف عليها أحد من أجل تعايش مهذب وحرية المسؤولية. والدائرة الثالثة هي تفعيل المشترك الإنساني، أي تفعيل القيم الكونية التي يجب على المؤسسات الإسلامية وقادة العمل الإسلامي من رؤساء مراكز ومؤسسات وخطباء وعلماء ودعاة أن يتعاونوا ويتفاعلوا مع كل المكونات المجتمعية من أجل سلامة الأوطان، وهي من سلامة الأديان وتحقيقا لكرامة الإنسان. شكرا. نشكر الدكتور سعادة الدكتور محمد البشاري على هذه الكلمة التعطيرية، وهو ابن أوروبا جال فيها وصار، عرف خبايا العمل الإسلامي وعرف معاناة ومرارات واقع الأقليات، فكانت كلمة ورسالة وإضاءات بحاجة أيها الإخوة الدعاة إلى أن نفقهها حتى نحقق المواطنة الصالحة واندماج إيجابي دون ذوبان، وحتى نكتب للأجيال القادمة أن الإسلام سيبقى وأن ثقافة الترانسفير والتحويل والنقل التي يسعى بعض اليمين المتطرف لممارستها أو لتبنيها لن تتحقق، لأن الإسلام أتى ليبقى. الكلمة الثانية أيها الإخوة هي لسماحة المفتي الشيخ زيد زكريا ممثلا للدعاء. فقط ألتمس من الإخوة المتحدثين حصر الكلمة ومحاولة الإيجاز دون الإطناب. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أصحاب السعادة والمعالي والفضيلة، الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف لي أن أتكلم باسم الإخوة الدعاء جميعا المشاركين في هذا المؤتمر المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخروج بمقررات تنفعنا وتفيدنا وتضيء لنا السبيل والطريق. بداية نتوجه بالشكر الجزيل إلى الحاج أحمد الصيفي على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذا النشاط المستمر، 32 دورة لهذا المؤتمر، وأسأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأعماركم في طاعته خدمة لدينه، وخاصة في هذه القارة التي هي أحوج ما تكون إلى مثل هذه اللقاءات ومثل هذا التواصل.
والشكر موصول إلى مملكة الخير ومملكة الإنسانية، وهي ترعى أمثال هذه اللقاءات، وهي تتنقل من مؤتمر إلى مؤتمر ومن لقاء إلى لقاء. ومنذ أيام انتهت القمة الخليجية الهامة التي خرجت بالمقررات المفيدة على صعيد دول الخليج، فاستقرارها استقرار للعالم الإسلامي بكله، وأعداؤها هم أعداء للأمة الإسلامية بكلها. وليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين وقوفه مع هذه المؤتمرات ودعمه عبر الوزارة المباركة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي لا تكل ولا تمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شخص وزيرها معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وأسأله جل وعلا أن يعين القائمين على هذه الوزارة لتبليغ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه المملكة التي نشرت القرآن ونشرت السنة، وهي تنتبه إلى كل الأقليات الإسلامية المنتشرة في سائر البقاع وسائر البلدان. وثالثاً الشكر لكم معاشر الحضور، لأنه بحضوركم نستذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. نعم سفر طويل، لكنه يهون بلقاء الأحبة والاجتماع على مائدة العلم ومائدة الفكر ومائدة الثقافة والتدارس في أحوال المسلمين في هذه القارة. لذلك احتسب الأجر ونحتسب جميعا الثواب عند الله، ونسأله تعالى أن يكتب هذه الخطوات في ميزان حسنات الجميع. أما موضوعنا المبارك فهو يطرح، نعم وهو جديد قديم وقديم جديد، ولكن الطرح مهم جدا في هذه الفترة، لأن هناك دائما أزمة مصطلحات لدى كثير من المسلمين، ودائما ما تواجه المصطلحات بين طرفين، طرف غالب وطرف متساهل. وحق دائما في أي شيء أن نسمع لأهل العلم والعلماء كيف نحافظ بإذن الله تعالى على وسطية الإسلام وعدالته ورحمته وتسامحه. ومنذ أيام انتهى مؤتمر التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف نحافظ على هذه المعاني العظيمة، وكيف أيضا لا نضيع الهوية الإسلامية، وكيف نستطيع أن نتحول كما كان في كلمة أخي الدكتور محمد، أن نتحول من جالية إلى مواطنة، لأننا نستطيع من خلال هذه الحقوق التي تكتسب. ولا أريد أن أستطرد في الكلام عن العنوان ومفاهيمه وما فيه، لأن ذلك هو سيكون من صلب جلسات المؤتمر، إنما نتحول مجرد أقليات إلى مجرد مواطنين، نأخذ حقوقنا، نحافظ على هويتنا، على مساجدنا، على مدارسنا. انظر كم هي الفائدة والثمرة عندما يطالب بحقك أيها المسلم شخص يحمل جنسية هذه البلدة، يشارك في برلمانها، يشارك في بلدياتها، ليس هو فقط إنسان عادي في المجتمع، إنما هو من صلب السلطة التشريعية في البلد التي ينتمي إليها. لذلك هو عنوان هام نقف معه، ونريد أن نتباحث في حقوقه وواجباته، وإلى أي حد نستطيع أن نتكلم بمثل هذا المفهوم الذي يتحسس منه البعض أو يميعه الآخر. أسأل الله تعالى لكم جميعا ولنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يكلل الله تعالى جلسات هذا المؤتمر بالفتوحات والإرشادات والتنبيهات. وأسأله جل وعلا أن يبارك جمعنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ. أؤكد دائما على إشارات. بدأنا بتوطين الإسلام وانتقلنا إلى المواطنة. علينا أن نتبنى مفهوما ربما غريبا وربما شديدا، هو أننا يجب علينا كمواطنين في أمريكا وأوروبا أن نؤدي الواجب، وبعد ذلك نطالب بالحقوق والرفاه والاحتياجات. الكلمة، وقبل الكلمة هناك توافد لكبار الشخصيات، فالأستاذ زياد سوف يتقدم لهم بالشكر في دقائق مع الاختصار. بارك الله فيك. Continuando o agradecimento, eu queria agradecer a nova presença do senhor doutor agora, né, o nobre deputado federal, Vicentinho. Seja bem-vindo. Agradecer também o primeiro tenente, nosso amigo e irmão Gabriel Marinho, comandante do Peletão de Operações Especiais, o COE. Seja bem-vindo. Queria agradecer a presença e, em nome dele, agradecer todas as entidades nacionais aqui do Brasil, o nobre irmão Jamal Ibecha, presidente da União Islâmica Nacional. Agradecer a doutora Sher Abdulhamid Metuelli, presidente do Conselho dos Teólogos, que, em nome dele, também agradeço a presença de todos os Sher aqui no Brasil. Agradecer o nobre irmão Sheikh Ali Abduni, presidente da UAMI, Liga da Juventude Islâmica Mundial. Agradecer a presença do Dr. Sana Jafarawi, representante da entidade ECISCO. Agradecer a presença do Dr. Jihad Samur, presidente da ANAJ, Associação Nacional dos Juristas Brasileiros. Agradecer, Islâmica. Agradecer a nova presença do senhor Adib Abduni, reitor da Universidade Brasil. Shukran akhi Ziyad. ولأن المرأة جزء من مكونات الأقليات المسلمة، جزء لا يتجزأ، وهي جناح لا يمكن تجاهله، وإلا لوقعنا في المحظور وخالفنا هدي الرسول، وهو يقول النساء شقائق الرجال. مع الدكتورة فاطمية ميرتي نادي، فلتتفضل مشكورة في كلمة ممثلة عن المرأة المسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Allah, qual agradecemos sempre em primeiro lugar. Gostaria de cumprimentar o ilustre presidente do CEDIAL e desse congresso, senhor Ahmed Al-Saifi, e agradecê-lo pela oportunidade e pela honrosa nomeação, através do qual estendo os cumprimentos a todos os demais organizadores. Cumprimento também o excelentíssimo embaixador do Estado da Palestina, senhor Ibrahim Al-Sadr, o excelentíssimo senhor Salih Anafsa, diretor-geral de Relações Exteriores, juiz dos juízes Sheikh Dr. Mahmoud Habesh, ministro da Autoridade Palestina, o embaixador do Reino da Arábia Saudita no Brasil, senhor Ali bin Abdullah Haytham, através dos quais estendo os cumprimentos a todas as demais autoridades presentes. Cumprimento todos os machés sábios entre nós. Ao meu irmão e presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, a ANAJ, Dr. Jihad Samur, através do qual cumprimento os demais colegas advogados e juristas presentes. A todas as irmãs, em especial as brasileiras convertidas, que orgulhosa e humildemente hoje represento.
a todos os irmãos participantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A escolha pelo tema cidadania, direitos e deveres, me fez pensar sobre o conceito de cidadania. Em pesquisa, eu achei a definição, do latim civitas, que significa conjunto de direitos atribuídos ao cidadão ou cidade. O conceito de cidadania tem conotação civil, política e social. A cidadania civil garante, na lei, os direitos básicos do cidadão: direito à vida, à liberdade, à propriedade, expressão e outros. A cidadania política prevê a participação do povo no governo. Já a cidadania social garante aos cidadãos os seus direitos de vida em sociedade. Exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e o correto sejam colocados em prática. A cidadania é, pois, uma conquista do povo em constante evolução. Assim exposto, concebemos cidadania como o exercício diuturno dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Nesse contexto, entendemos que todas as conquistas asseguradas na Constituição para o livre exercício das práticas religiosas, por exemplo, são marcas da cidadania. A realização plena e não apenas parcial dos direitos da cidadania envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e internacionalmente assegurados. Os direitos humanos são valores, princípios, normas que se referem ao respeito à vida e à dignidade. Estão consagrados em declarações, convenções e pactos internacionais, sendo referência maior a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ora, se a cidadania pressupõe a consciência de direitos e deveres, o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos e é fruto de conquistas, o que deve ser feito para mudar os desafios atuais? Todos nascemos cidadãos, mas só nos tornamos conscientes de nossos direitos e deveres através da educação. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, afirmou que a busca do conhecimento é obrigatória para todos os muçulmanos. O conhecimento liberta. Quando conhecemos, vamos lutar contra o mal, contra as injustiças, contra as desigualdades. E tudo isso é exercício da cidadania e também um dever religioso. O saber é tão importante no Islã que na Surata Taha, ayah 114, diz que devemos buscar por sabedoria com o Duá. Ó Senhor meu, aumenta-me em sabedoria. A educação é absoluta na consolidação dos direitos sociais. Nosso papel nesse Congresso será demonstrar a importância da cidadania e traçar metas de como solucionar os desafios da comunidade no exercício pleno da cidadania. Como disse Hannah Arendt, a cidadania é o direito de ter direitos. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe com conhecimento e nos beneficie com ele. Termino como comecei, pedindo que a paz e as bênçãos de Allah estejam com todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, ukhti al-karima. Kama ta'lamun, ayyuha al-ikhwa, ayyuha al-du'at, mudara al-marakiz, la yaghib ala balina أننا في مجتمعات متعددة الأعراق والثقافات والأديان. نحن لم نأتي إلى هذه الديار هنا وفي الغرب دائما أذكر إلا كدعاة محبة ورسل سلام شعارنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن لا نريد أن نفرض فهمنا ولا فكرنا وإنما نريد شراكة قائمة على كلمة السر أننا في وطن واحد ومصير مشترك وإن
تعددت أدياننا واختلفت ألواننا، غير ذلك لم يعد مقبول. فكل ما تلقيه أو تتحدث به أو تكتب، يا إما أن يكون رسالة حب وسلام أو زيت ونار. تعبنا من النار نريدها بردا وسلاما. مع كلمة الكس فابيو، كلمة المحبة والسلام مع الكس فابيو فليتفضل مشكورا. يا زياد الكس فابيو، ايوه، فليبارك الرب. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a organização do evento por essa oportunidade, né? É interessante que chamaram meu nome ali, e quando chamaram em árabe, então eu não entendi. Né? Mas eu queria dizer algumas palavras nessa noite. الإخوة التقنيين، رجاء لطفا لا أمرا، بدنا أجهزة الترجمة. أحد الإخوة خرج والآن سعادة السفير يطلب الترجمة. لازم الترجمة يا جماعة، لا يعقل أن الناس لا تسمع ولا التقنيين عليهم أن يتصرفوا. O tema é muito interessante desse congresso: cidadania, direitos e deveres. E eu vinha pensando quando recebi o convite da organização do evento. O que falar? E é interessante o seguinte, que antes de me tornar cristão e antes de você ter a consciência que é um muçulmano, nós nos tornamos cidadãos. Primeira coisa quando nascemos é ir a um cartório e nos registrarmos. Não é isso que acontece com os nossos filhos? Nos tornamos cidadãos. E ao nos tornarmos cidadãos, passamos a ter direitos e deveres. E dentro da fé, eu entendo que nós temos uma fé que ela precisa ser uma fé cidadã. Essa fé cidadã, ela vem regada com muitas responsabilidades. A primeira dela, conviver dentro da polis, conviver dentro da cidade. E na convivência na cidade, nós precisamos estabelecer o diálogo. E esse diálogo, estabelecido entre as religiões, ele nos traz principalmente a possibilidade de estendermos a tenda da convivência. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos muitas coisas em comuns e poucas coisas que nos separam. E às vezes nos apegamos naquilo que nos separa. E o que eu venho falar aqui nessa noite a vocês, meus irmãos, e chamo com toda a propriedade meus irmãos, eu venho dizer o seguinte, que devemos dar as mãos nessa tenda da convivência e construir uma cidade que seja propícia para todos morar. Uma cidade que traga dignidade humana, uma cidade que traga oportunidades para todo mundo e uma cidade que principalmente transmita paz, que é o que toda religião prega e busca. Bem, eu digo o seguinte, que a fé cidadã, ela está pautada justamente nesse caminhar. E para que isso ocorra, é preciso ocorrer diálogo. Precisamos fazer mais congressos como esse daqui, mais congressos, Yad, com outras religiões, para dialogarmos, para construirmos essa fé cidadã, para construirmos essa caminhada muito próxima, essa tenda da convivência. E nessa tenda, que possamos conviver e dar as mãos juntos, e possamos construir um lugar melhor para morar. Essa é a minha mensagem essa noite a todos. E digo a vocês que Deus seja louvado sempre, em qualquer fé, dentro de qualquer credo e das nossas fés aqui juntas nessa noite. أيها الإخوة، كنت في برنامج اسمه الصيام في السويد، فطلب مني المخرج في السويد أن أقدم شيئا من التوراة ومن الإنجيل، وتفاجأت بنص في العهد الجديد في الإنجيل فيقول
الرحمن يرحم وفي رواية أخرى في إنجيل متى يقول الرحمون يرحمون وقرأت سيرة سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء نحن دعاة رحمة دعاة بناء دعاة قيم مشتركة لهذا نحن لابد أن نبني جسور التواصل وليكن شعارنا فلنجتمع على كلمة سواء كما قال المولى عز وجل عندما أرسل جبريلا من السماء إلى محمد في الأرض عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كلمة ممثل الكاردينال دوم شارل المطران شارل جرمانوس عن الطائفة الكاثوليكية فليتفضل مشكورا إلى المنصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لا أحضر كلمة ولكن لابد من الكلام نحن كمواطنين في الشرق وفي لبنان وكل العالم لا نستطيع أن نعيش بسلام إلا إذا كان في فكرنا الرحمة والمحبة وكل الأنبياء أشاروا إلى ذلك فنحن في لبنان مثلا نعيش في بلد متعدد المذاهب والطوائف ونجهد دائما في العيش معا وهذا أمر مهم جدا وفي الغرب كذلك نحن كلنا كعرب مسلمين ومسيحيين لنا الكثير من الفضائل التي يمكن أن نعيشها في هذه البلدان وسماحة الشيوخ يعرفون ذلك بأن الإسلام يدعو دائما إلى السلام والمحبة والرحمة ونحن ندرك ذلك ولكن بعض من المشوهين للسمعة يجهدون دائما في بث أمور ليست جيدة فنحن نود أن نذكر الجميع بأن الإسلام هو دين سماوي دائما يدعو إلى السلام والخير والإصلاح والمسيحية أيضا وكل الديانات السماوية هي دين الله ونحن دائما سنعيش في هذه البلدان الغربية كما يريد الله أن نعيش كأخوة مسامحين وباسمي وباسم سيادة المطران إدغار ماضي مطران الموارنة في البرازيل وكل أوراشية نود لهذا المؤتمر النجاح دائما ولي الامتياز والفخر بأن أشترك في هذا المؤتمر هذه السنة فشكرا للجميع ونود النجاح والبركة والسلام للجميع في تواصل مع الإخوة في الطائفة المسيحية أستاذ زياد سوف يرحب بأحد الغبطات فليتفضل مشكورا Queria aproveitar e agradecer mais algumas pessoas aqui, quebrando o protocolo pouco. Eu queria agradecer a presença do senhor cônsul honorário da Jordânia, Dr. Mustafa Abduni. Eu queria agradecer a presença e registrá-la do representante da Igreja Católica em São Paulo, representando Dom Scherer, cardeal e arcebispo de São Paulo, o padre José Bison.
agradecer a presença do senhor Milton Barbosa e da Regiane Lúcia, do Movimento Negro Unificado. Queria agradecer também a presença do nobre amigo, professor de estudos da língua árabe da USP, Universidade Federal de São Paulo, o nobre amigo professor Paulo Farber. قلت في هذا المؤتمر مرة كلمة ورفعتها شعارا جالية قوية أقلية قوية تساوي دعما حقيقيا للقضية الفلسطينية. عندما نتحدث عن فلسطين تشرئب الأعناق إلى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدت المسافات بحار وفيافي وقفار، لكن عيوننا دائما ترحل إلى القدس. هناك السلام، هناك الأمن، هناك ثالث الحرمين وأول القبلتين مع كلمة بسعادة السفير الأستاذ إبراهيم زب ليحدثنا عن آمال وتطلعات في المواطنة وفلسطين. فليتفضل مشكور. تراك ويا فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يشرفني أن أكون هذه الليلة في هذا المؤتمر الواعد. أرجو أن يسمح لي معالي الأخ الوزير وسماحة المفتي والسيد رئيس المؤسسة والدكتور محمد وغبطة الراهب والأخ العزيز الممثل والأخوة أشقاء الموارد، اسمحوا لي أن أطلب من معالي ومن سعادة السفير زميلي سعادة سفير السعودية ومن السيد صالح الدكتور صالح الميسوري أن ينقلوا لفخامة خادم الحرمين الشريفين تقديرنا وشكرنا وامتناننا على دعم كل ما من شأنه أن يعلي كلمة العرب والمسلمين أولا، ومن دعم المملكة العربية السعودية الثابت والدائم منذ البداية لقضية فلسطين. كان آخرها قبل عدة أيام عندما تحدث جلالة خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الخليجي وأكد على الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية من قضية فلسطين ومن قضية القدس ومن الوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي الأساس حتى نستمر في نضالنا وحتى نحقق الانتصار. من هنا أود أن أذكر أننا في أيام بالرغم من صعوبتها ولكنها أيام مجيدة، ذكريات طيبة منذ أن تأسست الثورة الفلسطينية. مثلا في هذا اليوم بالذات الذكرى 32 لتأسيس حماس والتي رعت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين كل الجهود من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية. اسمحوا لي أن أحيي السادة الحضور كل باسمه ولقبه. اسمحوا لي أن أحيي الإخوة البرازيليين استاموس مويتو موهاتوس كاروس كاروس هرماوس برازيليروس ديبوتادوس ريبرسنتانتس داس أوتوريداتس أكي بريزنتس وسينيور فابيو باستور كي أكابا دي ديزير كي كيرو لي أسيكورار كي نو تيموس ألم da geografia que nos pode separar. E a fé nos une a todos nós. Obrigado pela sua presença. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, مجدداً بعد التحية والتقدير والعرفان لكل من ساهم بالإعداد لإنجاز هذه التظاهرة الحضارية، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر باسمهم واسمكم لصاحبي السعادة
أخي العزيز سعادة سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة الأستاذ علي عبد الله بهيثم، وأخانا فضيلة وأخانا وأبا هذه المبادرة الطيبة فضيلة الشيخ أحمد الصيفي على كافة الجهود. إن هذا الحدث وما سيتضمنه من حوارات وأفكار وفي هذا الوقت بالذات وفي هذا البلد المحوري الصغير لهو دليل قاطع على عمق إيماننا بفتح وتعبيد كافة الطرق للتفاهم والتعايش على قاعدة واحترام وقبول الآخر. إنه خير ترجمة لمبادئ ديننا الحنيف. اسمحوا لي أصحاب الفضيلة والسماحة والغبطة أن أنقل لكم تحيات وثقة مجلس السفراء العرب في البرازيل والرجاء لهذا المنتدى ولهذا المؤتمر بالتوفيق في نقل الرسالة سواء للمجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية والممثلة هذه الليلة بالعديد من الشخصيات التي نكون لها الاحترام التي جاءت من المكسيك شمالا وحتى الأرجنتين جنوبا. الرسالة سواء للمجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية التي يقع على عاتقها يوميا إظهار وممارسة أخلاق الإسلام بأمانة ومسؤولية وتواضع، ورسالة موازية للمجتمعات التي نعيش بها هنا في أمريكا اللاتينية بأننا إخوة في الإيمان والإنسانية ولسنا غزاة أو مستعمرين، وإن أفضل الناس عند الله المتقين. نواجه يا أصحاب السعادة والحضور الكريم حملات من التحريض وتعميم صورة نمطية بشعة ووصم العرب والمسلمين بكل ما هو مشين من إرهاب واغتصاب وملاحقة أتباع الديانات الأخرى. نحن متهمون بذلك نسينا أن بلداننا كانت وما زالت مهدا للتسامح والتعايش بين أتباع كافة الديانات السماوية، وهذا يتطلب منا جميعا، وعندما أقول جميعا أقول نحن كدبلوماسيين أمامنا مهام سياسية ودبلوماسية، ولكن أمامكم الآن في هذا المنتدى المهمة العقائدية كيف نتحاور مع الآخرين. هذا يتطلب منا جهدا مضاعفا مع تطور وسائل الاتصال ونشر الأخبار الكاذبة المضللة والتي بكل أسف تلقى قلوب وعقول ضحلة فتصيب حتى العديد من أبناء جالياتنا في المهجر دخلت الفتن، وهذا يضطرنا في غير مناسبة كدبلوماسيين وكدعاء أيضا إلى شرح حتى البديهية نضطرنا أن نعيدها في كل يوم. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب فضيلة، نحن أصحاب رسالة سماوية، حتى هذه مضطرين أن نعيدها أحيانا في كل يوم. أصحاب السعادة اسمحوا لي أن أنقل باسمنا جميعا هذه الليلة للمجتمعات المسيحية عبر هذا المنبر أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة حلول أعياد الميلاد، ميلاد السيد المسيح نبي المحبة عليه وعلى الأنبياء والمرسلين السلام. Quero desejar-lhe a todas as comunidades cristãs feliz Natal e felizes festas. Somos irmãos na fé. أصحاب السعادة، لقد قام مجلس السفراء العرب خلال السنوات الماضية بجملة مبادرات ثنائية وجماعية لفتح أبواب حوار نافع مع تيارات سياسية ودينية ممثلة في البرلمان والمؤسسات ذات الصلة. في مطلع هذا العام توج هذا الجهد بزيارة وفد كنسي فلسطيني التقى أهم القيادات الدينية والسياسية، كما استمر المجلس بعقد لقاءات مع ممثلي الكنائس الإنجيلية. إننا نسعى عبر الحوار إلى فتح قنوات اتصال قد تحصن هذه المجتمعات من المروجين للصراع أو للصراع بين أتباع الأديان واستخدام الدين أداة سياسية تضر بالعلاقات والمصالح المشتركة بين بلداننا العربية وبلدان أمريكا اللاتينية. وللحق فإن الطريق واحد يا سعادة السفير، وأنت تدرك ذلك وعانيناه خلال الفترة الماضية، وهناك العديد من المفاهيم المغلوطة
والتي تستند إلى أسس منطقة تحريضية وعدوانية، وهذا لا يعفينا أبدا من الاستمرار، فالحوار هو أساس الإقناع والاقتناع. حوارنا معهم سياسي دبلوماسي، وندرك لكم في هذا المنتدى أصحاب الفضيلة، في هذا المنتدى الهام اختيار أفضل السبل للحوار العقائدي مع المجتمع المحيط. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وجادلهم بالتي هي أحسن. أصحاب الفضيلة والغبطة والسماحة، الضيوف الكرام، نحن أصحاب قضية عادلة ودين سعيد. قضية فلسطين لقضية هذه الأمة، والقدس قلبها مهد للأديان ومنارة للتسامح، وهي عاصمة دولة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، تماما كما قالها ورددها قائد فلسطين الراحل أبو عمار: أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن فلسطين، لا يفتى ومالك في المدينة، فقد حضر معالي الوزير من الأراضي المقدسة من فلسطين ليحدثنا وليتحدثكم عن فلسطين في آمالها وآلامها. من هنا أدعوكم باسم زملائي توجيه مجتمعاتنا الإسلامية في البرازيل وأمريكا اللاتينية للانفتاح على المجتمع المحلي والوطن الجديد الصديق الذي فتح لنا أبوابه لنخدم أنفسنا وعوائلنا وقضايانا بعيداً عن المغالاة والتزمت. وأشدد على هذه الكلمات: المغالاة والتزمت. ما يفصل بيننا وما يميزنا جميعاً هو التقوى، وأن تتسم الخطب والمواعظ بشفافية ومسؤولية وروح التسامح التي أمرنا بها الله عز وجل ورسول الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ودعا إليها كافة الأنبياء والمرسلين. فلهم دينهم ولنا دين، وإن التقوى هو الفيصل بين الأمم والشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فلسطين إلى البرازيل، مع كلمة يلقيها النائب في سن شينيو، أتمنى أن نطقها في سن شينيو، فليتفضل المشكورة بيرفني ماركو. Na verdade, meu nome é Vicente Paulo da Silva, mas me chamo de Vicentinho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela honra de estar usando o microfone neste congresso, já participei de vários, saudando todas as autoridades religiosas, civis, militares, nossos irmãos de todas as comunidades, na figura desse benfeitor, nosso querido senhor Saif. Como os senhores sabem, eu sou deputado federal, nordestino, vindo para São Paulo, fugindo da fome, fugindo da seca, e aqui encontrei a cidadania da comunidade africana, negro e índio, portanto, já convivendo desde muito tempo com essa história da intolerância. No parlamento, eu sou o brasileiro membro do Parlamento Internacional pela Tolerância e Paz, fundado em Malta há 3 anos atrás. No parlamento, entre tantas frentes, eu sou membro da Frente Parlamentar em Defesa da Palestina, como também acabei de conseguir 223 assinaturas, necessitávamos de apenas 171 para criar um
uma frente parlamentar pela tolerância e pela paz. Significa dizer que, em que pese ser um Brasil tão bem falado pelos senhores aqui, pela senhora que também se manifestou, a jovem senhora, no Brasil, nos dias de hoje, o motivo é de preocupação com referência à situação que nós vivemos. Ninguém pode ser julgado pela cor da pele, nem pela sua religião. Tem que ser julgado pelo seu caráter. Nós já assistimos em outros momentos um cidadão em um programa de televisão chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida ou comparando-a com uma Coca-Cola. Nós assistimos hoje em dia, e aproveito para saudar a mãe Adriana que está aqui, hoje em dia chegarem nos templos afro de religiões de matrizes africanas e destruírem os símbolos sagrados e fecharem os templos, proibindo assim uma livre manifestação que a Constituição não só permite como protege. Já assistimos, sobretudo no 11 de setembro, manifestações de segmentos sociais, que bastava ver a residência de um muçulmano para jogarem pedras ou provocarem os filhos da comunidade muçulmana. Motivo pelo qual, naquele mesmo período, eu consegui aprovar e realizar, com a presença do seu SAIF, uma sessão solene em homenagem à comunidade muçulmana. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando a democracia está ameaçada, os argumentos são os mais pobres e mais violentos possíveis para quem pensa diferente. Por isso, devemos tomar cuidado. E que pese esta preocupação, também no Congresso, consegui apresentar um projeto de lei, cujo relator é um baiano muito querido, o deputado Valdenor Pereira, relator do projeto de lei que cria o Dia Nacional da Comunidade Muçulmana. O projeto já transita na Câmara dos Deputados. Como nós sabemos, os primeiros muçulmanos a chegarem ao Brasil vieram através da comunidade dos malês, que em Salvador, na luta pela liberdade, reagiram e foram massacrados. A partir desta presença, nós teremos uma lei para ajudar a divulgar no Brasil a importância dessa comunidade irmã e a divulgação do Islã como um direito sagrado para que todos nós tenhamos aqui esta oportunidade. Comunidade, as mesquitas em que eu já visitei, são comunidades que acolhem a todos, independente de religião, que acolhem jovens, que acolhem comunidades carentes, que se faz solidária. E por isso, eu quero dizer que nós estamos muito juntos nesta caminhada. Aliás, seu Sáez, eu queria lhe pedir uma permissão, porque quem assistiu aos pronunciamentos desta semana a respeito de um programa na televisão do canal Netflix, me parece que é um programa, eu não vi o programa, mas se refere a um Cristo bêbado ou coisa parecida, e que nenhum de nós devemos concordar com isso, nem com os apóstolos, até porque eu sou católico, mas a resposta que alguns deputados estão dando contrário a essa atitude é dizer: cuidado, porque se nós fôssemos muçulmanos, a resposta seria bomba sobre o Netflix. Por trás da defesa do sagrado, você transmite para o Brasil
uma mensagem de que o muçulmano é quem solta bomba, é quem mata e é que é o terrorista, pondo por terra uma tentativa imensa de mostrar que todos nós somos irmãos. Eu queria pedir autorização ao seu SAF e ao Congresso, já vou falar desse Congresso lá na plenária, mas a autorização para ler esta carta que foi lida pelo Ziad agora, a respeito da sua mensagem, que alerta para esta problemática de não estimular, nem objetivamente, nem subjetivamente, posturas como essa, porque daqui a pouco a sociedade, que está sendo envenenada cada dia, sendo carregada de ódio a cada dia, a partir do presidente da República, esta sociedade, ela pode virar completamente uma sociedade intolerante. Nós queremos tolerância e paz. Obrigado. شكر موصول لممثل البرازيل النائب الفيدرالي والآن بس رسالة شكر للقادمين الآن من الأستاذ زياد مع اختصار. Só fazer mais alguns agradecimentos aqui. Lógico que a gente está vindo de pouco em pouco, mas a gente não pode deixar de agradecer algumas pessoas, principalmente aqueles que estão pela luta e pela igualdade e pelo direito, direito à vida, direito à terra, como nossos irmãos aqui. Eu queria agradecer a presença deles, Dr. Walid Trabar, presidente da FEPAL, parabéns pela luta, viva a Palestina, Palestina livre, se Deus quiser. E também agradecer a presença do nosso irmão querido, Dr. Ahmed Serrada, presidente da IBRASPAN, Instituto Brasil-Palestina. Agradecer a presença aqui da diaconisa Adriana Alves, da Igreja Pentecostal Filadélfia. Sacerdotisa do Candomblé e Alorixá Adriana Omolu. Sacerdotisa da Umbanda, Pai Fábio da Noire. Leiga Católica, Aline Rossi. Queria aproveitar também e agradecer a presença do chefe Rahmatullah, representante do Instituto Hassan da Alemanha. Seja bem-vindo. É uma honra receber. E do Dr. Choukri Taştini, representante do Ministério de Assuntos Religiosos da Turquia, Diyanet. Seja bem-vindo. Mas ainda, ايها الاخوة, اعرف ان الاشفال بدأت تميل والاجساد بدأت تترنح والكلام بعد الكلام بعد الكلام يحتاج الى الى وقفة وحركة وتهوئة كما قصد سيدي. الان مع كلمة مختصرة لممثل كاردينال مدينة ساو باولو جوزي بيزون. Assalamu alaikum. Boa noite, senhores e senhoras. Trago a saudação do cardeal arcebispo de São Paulo, D. Odílio Pedro Scherer. Ouvindo as palavras, gostaria de lembrar dois fatos, dois acontecimentos. Creio que para nós, no Antigo Testamento, Abraão, ele tinha uma tenda, e sua tenda tinha quatro portas, quatro entradas, ou seja, ela tinha abertura para todos os lados, ou seja, pode ser acolhido, acolhida a todos. Vendo esse
32º Congresso Internacional. Me lembro do último encontro em Abu Dhabi, do grande imã, juntamente com o Papa Francisco, clamando a Deus pela justiça, pela paz e pela democracia. Esse país, Brasil, que foi o país que acolheu migrantes de todos os países, de todos os continentes, é um país aberto ao diálogo, é um país aberto à conversação, assim como nós da Igreja Católica temos nos esforçado para conversarmos com vários irmãos e irmãs de diferentes segmentos. Me alegra em ver meu amigo e meu irmão, o Sheik Al-Bukai, meu amigo e irmão que está aqui também à nossa frente, para que nós possamos crescer juntos no diálogo, na confraternização e para que juntos possamos construir a paz, a justiça e o direito para todos. Shukran. أيها الإخوة، ما ذكر الحرم إلا وذكر الأقصى، ما ذكرت فلسطين إلا وذكرت مكة. مهما دندلنا، مهما تكلمنا، يبقى الأقصى في العيون نفنى ولا يبقى. مرات عديدة ترحل النفوس، تتحجر الدمع في المقر عندما نرى الأقصى السليم، لكن نلتمس غبارا وأنوارا، وبعض ما يدار من أفكار في رحابه، مع كلمة معالي الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ممثلة للوفود المشاركة في كلمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، كل باسمه ولقبه، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد أن أطيل كثيرا ولا أن أطنب في إسداء الشكر والتقدير للذين يستحقون الشكر والتقدير. يكفي أن الله تبارك وتعالى يشكر لهم، ونسأل الله أن يشكر لهم صنيعهم، نسأل الله أن يعطيهم أجزل الثواب وأفضل العطاء. لكن الحديث ذو شجون، الحديث فيه الكثير من المداخل والمخارج. عندما نتحدث عن موضوع المؤتمر مثلا، نتحدث عن المواطنة. المواطنة تقتضي أن يكون هناك وطن، لا مواطنة بلا وطن. ربما يكون الحديث عن الوطن أمرا جميلا ورقراقا ومثيرا للكوامن والمشاعر عند كثير من الناس، بل ربما عند كل البشر. لكن صدقوني، عندما يكون الحديث عن الوطن من فلسطيني، تخيلوا كل الوجع. تخيلوا أن الفلسطيني لا يستطيع أن يعيش في وطنه. تخيلوا
أن الفلسطيني مثلي لا يستطيع أن يزور قبر والده ولا يستطيع أن يزور قبر جده، لكن رغم ذلك، رغم كل هذا الألم، رغم كل هذه المعاناة، رغم كل هذا الوجع الذي نعيشه نحن شعب يريد السلام، ويريد السلام الحقيقي، السلام الذي يقوم على العدل ويحقق العدل ويحقق المواطنة الحقيقية بنفس القيم التي صاغها الأنبياء عليهم السلام، بنفس القيم التي تضمنتها صحيفة المدينة التي جسدت مفاهيم المواطنة بين المسلمين، عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصحيفة الدستورية الأولى أسس العلاقة بين المواطنين، أسس العلاقة بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن اللغة، بغض النظر عن الأهواء والمشاعر. عندما ينصهر الإنسان في بوتقة المجتمع تتجسد المواطنة الحقيقية. عندما تضمنت صحيفة المدينة نصاً يقول المسلمون والمؤمنون أمة من دون الناس، يتخيل الواحد أو يتخيل البعض أن هذه الصحيفة أعطت المسلمين أو جعلت المسلمين وحدهم أمة، أمة خاصة. امشي في الصحيفة قليلا ستجد نصا مثيرا لكل المشاعر الإنسانية ومستثيرا لكل المشاعر الإنسانية، وتتجلى فيه عظمة النبوة، عظمة الأنبياء. عندما تقول الصحيفة النبوية يهود بني عوف، اليهود من بني عوف أمة مع المؤمنين، اليهود في المدينة المنورة جعلتهم صحيفة النبي جزءا من الوطن وجزءا من النسيج الاجتماعي. ثم قال ليهود كذا ويهود كذا ويهود كذا، كل القبائل اليهودية في المدينة المنورة جعلتهم هذه الصحيفة مواطنين في الدولة الإسلامية، مواطنين في الدولة النبوية. ما الذي يعنيه هذا أيها الإخوة الكرام؟ هذا يعني أن الإسلام عندما يتحدث عن المواطنة لا يتحدث عن المسلمين، إنما يتحدث عن الإنسان، الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر إن كان مسلماً أو غير مسلم. أول ما ينظر الإسلام إلى الإنسان لا ينظر إلى دينه، وإنما ينظر إلى كينونته الإنسانية. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله، قال الخلق، ما قال المسلمون. عندما نقرأ نحن المسلمين في كل يوم على الأقل 30 مرة سورة الفاتحة، أول ما نبدأ صلاتنا نقول الحمد لله رب العالمين، لا نقول الحمد لله رب المسلمين بل رب العالمين. وكأن القرآن يريد أن يذكرنا دائما، نظل دائما متذكرين بأننا جميعا مواطنون في وطن الإنسان، ليس في وطن المسلم أو وطن المسيحي أو وطن غير ذلك، نحن مواطنون في وطن الإنسانية. صحيح هناك دول، هناك بلاد، هناك مدن، هناك أعراق مختلفة، ولكننا جميعا يجب أن لا ننسى أيها الإخوة الكرام أننا بشر، إخوة
في الإنسانية، مواطنين في وطن الإنسانية الواحد. هذه الأرض وطننا جميعا، وعلينا أن نتحرك على هذا الأساس وأن نقيم علاقاتنا وأن نقيم علاقاتنا على هذا الأساس. اليوم انطلاقا من هذا المفهوم، كل ما يجري في أي بقعة في بيتك، تخيل أنك تعيش في بيت فيه عدة غرف، لو اشتعلت النار لا قدر الله، نسأل الله أن يحمي الجميع، لو اشتعلت النار في غرفة أنت لست فيها، أنت جالس في غرفة ووجدت أن النار تشتعل في الغرفة المجاورة أو تشتعل في بيت جارك، هل ستجلس ساكنا وتقول الموضوع بعيد عني، أنا متعاطف معه ولكن يعني هو بعيد عني، الأمر لا يعنيني كثيرا؟ بالعكس، الذي يحدث أنك ستقوم مباشرة للمساهمة في إطفاء النار. أيها الإخوة والأخوات، هناك نار تشتعل في البيت المجاور أو في البيت البعيد قليلا، هناك ظلم يقع على بعض عناصر المجتمع الإنساني في بعض مناطق في العالم، هناك ناس تذبح، هناك نساء تغتصب، هناك أطفال لا يجدون العلاج، هناك شعوب مقهورة. إذا لم نتحرك جميعا فنحن جميعا آثمون، نحن جميعا آثمون إذا لم نشعر بشعور المظلومين المقهورين، إذا لم نشعر بشعور الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وتحت الاستعمار وتحت الاغتصاب، كلنا سنكون آثمين. ولا يقول أحد أنا بلدي جيد ومستقر ولا تعنيني البلاد الأخرى، البلاد الأخرى هم جزء من الوطن الكبير، الوطن الإنساني الكبير. عندما أتحدث باسم فلسطين وباسم القضية الفلسطينية، صدقوني أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أبحث عن التعاطف، وسامحوني أنني ربما أكون قد انفعلت قليلا في بداية حديثي، أنا لا أبحث عن تعاطف قلبي، لا أريد أن نتعاطف معنا الناس قلبيا، نحن نريد أن نفكر، أنا شخصيا أريدكم أن تفكروا وأريد العالم أن يفكر بالعقل بالمنطق. ما يجري في فلسطين لا يخص الشعب الفلسطيني وحده، الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني لا يخص الشعب الفلسطيني وحده، يخصكم أنتم أيضا، يخص كل البشر، وكلكم ستكونون مسؤولين أمام التاريخ إذا استمر هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. التهديد والخطر الذي يسببه الاحتلال واستمرار الاحتلال والاغتصاب لأرض فلسطين، هذا الخطر والتهديد لا يقف عند حدود فلسطين، وصدقوني لن يقف عند حدود فلسطين. محاولات استفزاز المشاعر الدينية من خلال اقتحامات المسجد الأقصى اليومية واستفزاز مشاعر المسلمين لن تقف عند حدود فلسطين، ستصل إلى كل مكان. النار المشتعلة هناك على بعد آلاف الأميال تهدد كل الكرة الأرضية، تهدد كل العالم، تهدد استقرار كل الدول والشعوب. وهذا ليس تهديدا لا قدر الله، لأنه لا نهدد، ولكن هو تنبيه بالواجب وبالضرورة الملقاة على عاتقنا. نتحدث عن المواطنة التي تعني أولا أن يكون هناك وطن. أنا أريد وطني، أنا أريد وطني، لكي أكون مواطنا في هذه الأرض أنا أريد وطني، أريد بيتي، أريد بيت أبي وجدي، أريد للشعب الفلسطيني الصغير
الذي لا يتعدى 13 مليون في كل العالم أريد أن يكون له وطن وهوية وجواز سفر ودولة وعلم ونشيد وطني لكي يساهم في صنع وطن الإنسانية وطن الإنسان. شكرا لكم والسلام عليكم. دائما وأنا صغير كنا في بلادنا نرفع شعار لم أعيه أو لم أعيه إلا وأنا كبير، علمنا إياها الراحل الواري بمدينة نحن في أشبال الثورة، في مدرسة في أشبال الثورة، نحن مع فلسطين ظالمة أو منظومة أي كيفما كان الوضع. ولهذا قلت أيها الإخوة المعادلة واضحة وجلية، جالية قوية تساوي دعما حقيقيا للقضية الفلسطينية. الدموع والعواطف لا تصرف لا في صرافات نابلس ولا في الخليل ولا في طول كرم ولا في غزة ولا في رفح، الذي يصرف هو الصمود وتثبيت الصامدين ودعم الوجود الفلسطيني أينما كان وكيفما كان. على كل حال، مرات أيها الإخوة نحب أشخاصا نجالسهم نتحدث معهم ولكن يرحلون فيتركون حسرة وألما في القلب ويتركون دمعة تتحجر في العين وأنفاسا أيها الإخوة تعد تلك اللحظات. فقدت الأمة الإسلامية الأستاذ حلمي محمود نصر مترجم القرآن الكريم عن عمر يناهز 97، ابتعث لهذه الديار من قبل الراحل زعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر بأمر من رئيس الجمهورية إلى هذه الديار. علم اللغة العربية، ترجم معاني القرآن، ألف قاموسا بالعربي والبرتغالي، كان عضوا في المجلس المكتب التنفيذي لهيئة العلماء، هيئة العلماء المنطقة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، لعب دورا كبيرا في بناء جسور التواصل والعلاقات عندما كان نائبا لرئيس الغرفة التجارية البرازيلية، عاد لمصر في 2015 وافته المنية في أرض الكنانة مع فيلم قصير تكريما له وليكن شعارنا يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر. فيلم الدكتور حلمي محمد نصر عام 1922 في مدينة المنصورة في القاهرة، قام بدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية في الأزهر الشريف، ودرس أيضا الأدب العربي والأدب الفرنسي وعلم النفس والاجتماع. وفي عام 1962 وصل الدكتور حلمي إلى البرازيل، ذلك بناء على طلب رئيس البرازيل السابق السيد جاني كوادروس ليقوم بتدريس اللغة العربية في جامعة ساو باولو، وكانت له بصمات عديدة في مجال الترجمة ومن أهمها ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية وقاموس اللغة العربية وغيرها الكثير من الترجمات. لقد كان الدكتور حلمي نموذجا مشرفا للجالية العربية في البرازيل من خلال نشاطه الذي استمر لأكثر من 50 عام. وفي عام 2015 قرر الدكتور حلمي العودة إلى القاهرة
يقضي فيها آخر سنين حياته، وتوفي في تاريخ 25 من تشرين الثاني عام 2019. رحمه الله وأسكنه فسيح جناله ورزق أهله الصبر والسلوان. يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر. أيها الإخوة، لا أدري، ينتابني شعور في بعض الأحيان وأنا أعيش في أوروبا، هل أوارق ترى هنا أم هناك، في الديار أم حيث السحاري والقفار؟ لكن السؤال الذي دائما أسأله، كيف ألقى الواحد القهار؟ ذهب وترك معاني القرآن، فماذا تركنا نحن من مباني وأفكار؟ على الكلمة أيها الإخوة هي الآن لوزارة الأوقاف، وأريد في ثواني أن أتحدث عن وزارة الأوقاف. ربما تكون شهادتي مجروحة، حيث أن المملكة درستني وابتعثتني وآوتني عندما كنت لا أجد مأوى. سألني، عرض علي منصبا في بلدي مستشارا، فقال لي المسؤول: قرأت لك في الانترنت، لم أجد لك ذكرا لنا، لكن كل مدحك للمملكة. قلت له هذه الكلمات: هنا وأنا واحد منهم ثمرة من ثمرات المملكة، وما ترون من هذه الفصاحة هي تعلم للغة العربية في مدينة رسول الله. واحد. اثنين، كثير من الدعاة بين الشيخ علي العبدون أتى وهو لا يعرف اللغة، وقليل اللغة درس هناك، واجهات وغيري، كلنا درسنا في تلك الديار، فعدنا مزودين بالآثار والأخبار الصحيحة ورسل سلام ومحبة ودعوة ومئة. ثالثا، اسمعوها مني أيها الإخوة، المملكة هي الخط الأول. لا بد أن نفهم أن المملكة عندما ندافع عنها ليس تزلفا، أنا جزائري دجدج، وليس نفاقا، لأنها قبلة المسلمين والخط الأول للمؤمنين، وهي عمود الخيمة لأهل السنة أيها المسلمون. فانتبهوا وراعوا ودافعوا واطلبوا الأجر من الواحد الحليم الحكيم العدل الرحيم. الكلمة الآن هاي من عندي، ما عندهاش علاقة، بس أنا قلت هيك عاطفة. الكلمة الآن مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، يلقيها المدير العام للعلاقات الخارجية في الوزارة الأستاذ صالح بن سعد النفيسة، فليتفضل مشكورا. وتمنياته لكم ولمؤتمركم هذا بالتوفيق والسداد، وأن أخبر عما فيه نفع وصالح للإسلام والمسلمين.
ثم أرغب في الإشارة إلى النهج الثابت القويم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله. هذا النهج القائم على الوسطية والاعتدال والسعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي ونبذ الإرهاب والتطرف ومحاربتهما. وتقف المملكة العربية السعودية إلى جانب المسلمين في كل مكان وتعمل على إعانتهم فيما يحقق ويعزز هويتهم الإسلامية ويفعل وجودهم ويحافظ على كيانهم وثقافتهم الإسلامية وتساند قضاياهم العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة. ولقد دعمت المملكة هذه القضية العادلة في جميع المحافل الدولية سياسياً واقتصادياً منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وعلى مختلف الصعد سواء بشكل مباشر أو عبر المنظمات الدولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما تقوم المملكة العربية السعودية وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والحجاج والمعتمرين والزوار وبذلت في سبيل ذلك الكثير وترى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها أن ذلك شرف عظيم خصنا الله به عز وجل لا يعادله أو يضاهيه أي شرف آخر. وحرصت المملكة على تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات فأطلقت مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وأسست مركزاً دولياً لذلك في مدينة فيينا عاصمة النمسا وتبنت مشروعاً رائداً باسم مشروع سلام للتواصل الحضاري وهو مشروع وطني سعودي بصبغة عالمية يسعى لنشر ثقافة التواصل الحضاري والتركيز على المشتركات الإنسانية والثقافية بين شعوب العالم. كما أولت المملكة مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو بكافة أشكاله وصوره أهمية كبرى حيث أنشأت مركز اعتداد لمكافحة الفكر المتطرف واستضافت أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض دعت فيه المجتمع الدولي لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وأسست برنامجاً متخصصاً متقدماً للمناصحة الفكرية. كما أنشأت مركز الحرب الفكرية وهو مركز عالمي يتبع وزارة الدفاع ويختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق. وقد استشعرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي وزيرها الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ دورها تجاه إخوتها في المسلمين في كل بقاع العالم وعملت على تأسيس مكاتب دعوية ومراكز إسلامية وتنفيذ برامج ومناشط دعوية وتوعوية لربط المسلمين بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما قامت بطباعة المصحف الشريف وترجمت معانيه إلى ما يفوق 74 لغة وتوزيعها على مختلف المسلمين والمراكز الإسلامية في الخارج. كما استضافت الوزارة قرابة 50,000 من الحجاج والمعتمرين والزوار ضمن برنامج خاتم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه الوزارة. أما ما يتعلق بموضوع هذا المؤتمر فإن على المسلمين في المجتمعات الإسلامية في الخارج عليهم مسؤوليات كبيرة جداً ومن أهم هذه المسؤوليات أن يعملوا مع بقية مكونات المجتمع على تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى تحقيق السلم والأمن المجتمعي والمحافظة على البيئة وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع. كما عليهم أن يكونوا عملا للدولة في تنفيذ خططها وبرامجها واستراتيجياتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وأن يظهروا الولاء للبلد الذي احتضنهم ووفر لهم العيش الكريم ووفر لهم العمل عملا بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأختم كلمة هذه بقول الحق تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا
توجيه كريم من الله عز وجل للمسلمين بأن يتعاملوا مع الجميع بغض النظر عن دينهم وثقافتهم وأعراقهم ولغاتهم، أن يتعاملوا ويقولوا الحسنى. نختلف بالدين لكن تجمعنا قيم إنسانية مشتركة يجب أن نسعى إلى تعزيزها وترسيخها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلت أقول وأكرر، لا ينكر فضل المملكة على الأقليات المسلمة إلا من في عينه رمل أو في أذنه أكرمكم الله وأعزكم الله صمما. وليكن دائما اعتقادنا بأن بلاد الحرمين إضاءة وإشعاع وجسر للتواصل ووسطية واعتدال وبناء وفخار. أيها الإخوة، أريد أن أذكر أن هناك بعثة، البعثة المصرية الأزهرية، موجودة معنا ومشاركة في هذا المؤتمر، وقد التقيت بسعادة معالي الوزير الدكتور مختار جمعة في أبوظبي قبل يومين وسألته عن المشاركة، فقال تمثلنا البعثة المصرية، فالشكر لها موصول. ثانيا، أريد أن أذكر أن السفارة لم تدخر جهدا في التعريف بهذا الرجل العملاق، وأن المجلس الأعلى للأئمة في البرازيل بالتعاون مع السفارة المصرية كذلك أقام عزاء وتأبينا لهذا الرجل الفاضل. الآن قبل الختام، مع الأستاذ زياد يرسل رسائل شكر، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تفضل أستاذ زياد. بارك الله فيك. Nosso irmão Hassan Musa, ele ditou um versículo dentro da religião islâmica que diz que aquele que não agradece ao homem não agradece a Deus. Então, eu queria só pedir mais um pouquinho de paciência. Lógico, nós não cumprimentamos a todos, mas o que nós pudermos. Eu queria agradecer a presença, e não poderia esquecer, do diretor da Liga Islâmica da Arábia Saudita na Venezuela, da Mesquita Ibrahimi, Dr. Khalid Abdul Hadi. Dr. Khalil Abdul Hadi. Dr. Khalil Abdul Hadi. Eu queria agradecer também a presença do nosso nobre irmão Jihad Abu Ali, diretor dos assuntos internacionais do município de Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo. Agradecer a presença da assessora especial do vice-governador do Maranhão e professora da Universidade Selma Maranhão, nossa amiga Luzinete Pereira da Silva. Seja bem-vinda. E por último, e não poderia deixar de lembrar e fazer um pequenito comentário de um nobre irmão e amigo, e aquele que nós vemos por muitas vezes carregando a bandeira do Islã, defendendo o Islã, carregando e juntando seus irmãos muçulmanos, lutando por ele, lutando pela religião Islã, defendendo ela, seja ela em vários locais, seja ela governamentais, na área da jurídica, hoje, de frente aos nossos irmãos dos juristas islâmicos do Brasil, nosso nobre amigo, e não podia deixar de lembrar meu primo querido, Sheikh Jihad Hamada. Seja bem-vindo. ومثل الختام. والكلمة الأخيرة وليس بالآخر مع أخي وصديقي في الدعوة، على الأقل عايشته لأزيد من 30 سنة، 3 عقود، والدي الذي أحبه، الذي أسأل الله أن يطيل عمره وأن يمتعه بالصحة، الحاج أحمد بن علي السيفي رئيس مركز الدعوة الإسلامية اللاتينية ورئيس المؤتمر، فليتفضل الكلمة.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، أيها السادة الكرام، ما شاء الله ما كتبت، فما أحكي بالأسماء خير قلبي في قلبي. والله صحيح، ومن تمس عذرا لأخيكم سنة خجرية. ولكن عندي ثلاث رسالة. الرسالة الأولى أحيي هذه الطائرة الكريمة الرئيسية، أخي وزميلي عميد السلك الدبلوماسي من أكثر من 35 سنة أو 40 سنة، من 40 سنة، من 40 سنة، وإن شاء الله أقول لمعالي الشيخ الهباش أن القضية فلسطينية في دمنا، وأن ما يوجعكم يوجعنا، وأن كل ضربة تضرب على غزة وعلى أي جهة من فلسطين أو أي إنسان فلسطيني يسقط. ما نقول إنه بس بنزعل ونتألم ونتأسف وبنمشي الليل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء كل الناس، وخاصة أهل غزة وأهل فلسطين وأهل رام الله، وكل إنسان يضرب قهرا وظلما وعدوانا. فيا أخي عزيز، إن شاء الله نتمنى هذا يا سيدي منذ بدايته، من 1980 نحن بدأنا في هذه المؤتمرات، حوالي 40 سنة من الجهد المتواصل، والحمد لله رب العالمين، ما يعني تمرق فترة إلا ما يكون لنا، وكان منذ البداية وحتى النهاية، ما بعد ما انتهينا، بعد في دم شباب العروب، القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وين ضمين عوض، وين إخواننا بليمة، أهلا وسهلا فيهم يا إخواننا. الشيء الآخر بدي أقوله، أنا عندي ثلاث رسائل حتى الناس تعبت وتعبتوا كثيرا. الرسالة الأولى أقولها الشكر لله سبحانه وتعالى، وأحمل إخواننا وخاصة الوفد السعودي برئاسة الأخ العزيز من الوزارة ومع وسعادة الوزير أن يحملوا رسالة شكر وتقدير من هذه البلاد وباسمكم جميعا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على رعايتها. يعني طلعنا بين الحضور هنا كم مواطن في سعودي أو كم مواطن في كل أمريكا اللاتينية. الحقيقة الذي جمعنا بهؤلاء الإخوة والذي جمعنا بالمملكة العربية السعودية هو الأخوة، هو عيادهم للمسلمين، هو يعني تصدرهم بقيادة الأمة الإسلامية إن شاء الله. فيا سيدي سعادة السفير ويا سيدي سعادة الممثل الوزير وممثل الوزارة، نحملكم رسالة شكر وتقدير من هذه البلاد، أكثر من 20 دولة هنا، وأكثر من حوالي 100 مؤسسة إسلامية وغيرها. تحية شكر وتقدير، شكر لكم وبارك الله بكم. الرسالة الأخرى هي للكنائس المسيحية. الكاردينال وفرا برتغيزي دواز بواز مونت فيندا مونت بريغار بلا برزينسا سوى برزينسا برانويز مونت ووغوزا sentimos muita honra na sua presença com a gente aqui, e em nome da comunidade muçulmana presente aqui em mais de 20 países, mais de 100 associações islâmicas da América Latina, em nome deles, dou as boas-vindas e agradeço muito a sua presença. E o senhor leva os cardinais do Brasil, do Vaticano, a mensagem de paz do Islã, da Irmandade, da comunidade muçulmana da América Latina. Muito obrigado. O padre Schirbel, o Edgar Mali sempre está com a gente. O católico, o maronita, nossos irmãos. نحن لبنانيين. ولبنان تعلم وتعود على العيش المشترك، وهذا اللقاء تعرف يا أخي العزيز
ماذا برسالة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم عندما ألقى لما معروف الرسالة إن ربكم واحد أيها الناس إنما أيها الناس إن ربكم واحد وكلكم لآدم وآدم من تراب أحسنت يا سيدي. فأنا يا أخي العزيز أرجو أن تحمل رسالة شكر وتعبير للمطران وللمطارنة وللكنيسة بشكل عام. الكنائس الأخرى الإنجيلية الموجودة والإسبريت الموجودة نشكر حضوركم as igrejas presentes, as espíritas e as outras. Eu não sei, não está escrito. Mas dou as boas-vindas, muito obrigado pela presença. Eu disse assim em nome da comunidade muçulmana e mais de uma associação islâmica participante desse evento. Dou as boas-vindas, muito obrigado pela presença. Estamos juntos, unidos, para trabalhar com o Brasil, combater o fome, combater os crimes, combater a desgraça, combater a droga, viver bem, defender a vida. Muito obrigado a vocês e não queria tempo نأتي إلى الختام بدعاء إن شاء الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم جميعا.